يعني هو عمرو مش مع لميس الاستاذه لميس مش عايش هذا الموقف. طب ما تيجي نشوف الاستاذه لميس هتقول ايه. اه مردودالك. الاهلي فاز بكاس مصر، ادي مشاهد الاحتفالات في الجماهير في الشوارع كده. الاهلي وشنا حلو على الاهلي. وشكوا حلو عليا يا جماعه. خلوني اقول لكم بقى الحقيقه، يعني انا ماسكه اعصابي في الاخر. لا وشكوا حلو عليا كده، انا مبسوطه. يعني انا الحقيقه بحيي طلائع الجيش، لعب مباراه مهمه جدا، لعب مباراه جاده واشتغلوا وجابوا جون التعادل في اخر لحظه، لكن هذه هي الكوره وهذا هو الاهلي نادي القرن. ارجوكم معلش يا جماعه، مشاعر بقى يعني، ارجوكم مش قادره. ده كاس الثاني عقبال كاس السوبر الافريقي يا اهلي، يلا شد حيلك. فيعني ده مشهد الناس في الشوارع، والكاس مصر يضاف للكؤوس الثانيه الكثيره اللي عندنا الحمد لله. متواضع متواضع يعني، اخذلتم تواضعنا ما علينا. وعلى الاهلي ان انا مبسوطه جدا جدا. وبصوا يا جماعه، انا ما بعرفش اخبي فرحتي، انا ببقى زعلانه بيبان عليا ان انا زعلانه، انا ما ببقى فرحانه بيبان عليا فرحانه يعني. ولا عزاء لكل الناس اللي زعلانه او الناس اللي من يعني. عمرو اديب عمال ماسك صابرين، وهتعملي ايه مع جوزك؟ هتعمل انت ايه مع الاستاذه لميس مدامك بقى؟ هو ده الاهلي، وهي دي الكوره، وهي دي الروح الحلوه، ودي البيوت المصريه الطبيعيه. دي البيوت المصريه، اهلاوي وزملكاوي، بس شوفوا الروح المداعبه اللطيفه اللي بين الناس مع بعضيها. لهذا جعلت الرياضه، ولهذا كانت كره القدم مهمه.